البرلمان جلسة السبت بفقرات جدول أعماله بدأها بنقاشات حامية بشأن زيارة وزير خارجية تركيا أحمد داود أغلو إلى كركوك. وما بين مؤيد ومعارض للزيارة، وجه رئيس البرلمان إلى لجنة العلاقات الخارجية باستضافة وزير الخارجية هوشيار زيباري لمتابعة الموضوع. العراق بلد ذو سيادة، وعلى البلدان التي تنتهج هذا الأسلوب أن تعي أن هذه السلوكيات تخسر مصالحها في العراق، وعليها أن تعامل العراق بالمثل وبالندية. ما يخص زيارة وزير خارجية تركيا إلى كركوك، فإذا كانت الزيارة لأسباب ودعم الاقتصاد والشركات والاستثمار لمدينة كركوك ولكل مكونات كركوك، فلا بأس بها مثل هذه الزيارات. محاسبة كل من محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظة كركوك، وذلك لسماحهم بهذه الزيارة دون إشعار الحكومة الاتحادية أو التنسيق معها. البرلمان صوت من حيث المبدأ على قانون تخصيص 300 مليون دولار لدفعها إلى شركة الخطوط الجوية الكويتية، وناقش أيضا مقترح تعديل قانون مفوضية الانتخابات. تسديد مبلغ 300 مليون دولار أمريكي إلى شركة الخطوط الجوية الكويتية مقابل التعويضات والخسائر التي تعرضت لها هذه الشركة من قبل الخطوط الجوية، شركة الخطوط الجوية العراقية، وهذا في الحقيقة يجب أن نصوت عليه حتى تنطلق حرية شركة الخطوط الجوية العراقية. كثير من الموجودين داخل مجلس النواب والكتل السياسية لا يريدون زيادة العدد، لأن هذا ذهاب إلى المحاصصة، وبالتالي يجب أن تكون المفوضية مستقلة مهنية بعملها وحيادية ولا تبنى على المحاصصة الطائفية. مجلس النواب قرر التريث بالتصويت على زيادة نسبة موازنة القطاع الزراعي إلى 10% من مجمل الموازنة الاتحادية لعام 2013، لينهي بعدها القراءة الأولى والثانية لأربعة قوانين قبل أن ترفع الجلسة إلى يوم الأحد. علي جواد، السومرية.